وحول ما يجري في فلسطين ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان. أهلا ومرحبا بك سيد تيسير. أهلا وسهلا بك. في خطوة تم انتظارها طويلا سلم فلسطين طلب إحالة للمحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني. بداية، كيف تقيمون هذا التطور؟ بداية مساء الخير للجميع وشكرا على هذه الإضافة. حقيقة أخي، الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، منذ قيام النكبة الفلسطينية، وهو يقوم بمجازر ضد الشعب الفلسطيني بشكل متنوع، منها مجازر ما حدث من إخلاء قرى، ومنها مجازر ما حدث بالحروب، ومنها ما حدث خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة وعلى معابر قطاع غزة. حقيقة كل خطوة تؤدي إلى مطاردة ومحاكمة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، نحن كفلسطين نعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح، على أن تكون هذه الخطوة تصب بصالح المواطن الفلسطيني وبصالح أن لا يكون هناك لجام فقط دون المحاسبة. وقد رأينا بسنوات عام 2009 و2008 عندما كان هناك بعض اللجان وانتهت برفض إسرائيل أو رفض الاحتلال للتعاطي مع هذه اللجان. طيب، هذه الخطوة ما الذي ستضيفه إلى الصراع الفلسطيني الصهيوني؟ حقيقة أخي، نحن ربما علينا أن نستخدم مصطلح الاحتلال الإسرائيلي، وليس هناك صراع بين الفلسطينيين والاحتلال، هناك احتلال ضد الفلسطينيين صادر أراضيهم وقتل. ماذا يمكن أن يضيف هذا؟ يضيف أنه يبدأ العالم والعالم الدولي والعالم الإسلامي والعالم العربي بمحاسبة هؤلاء، محاسبة دقيقة، محاسبة يومية، محاسبة بكل المجالات. حقيقة ما نحتاجه نحن الفلسطينيين أن يكون هناك قضايا دائمة مستمرة ضد هؤلاء مطاردين لا يدخلون البلاد ويحاسبون، فلا يقتلوننا في الأراضي الفلسطينية وبعد ذلك يتجولون بالعالم. يجب أن يكون هناك مطاردة لهؤلاء ومحاسبتهم. طيب، مسيرة العودة مستمرة مع هذا التواصل بالنسبة للحراك الشعبي وسقوط الضحايا من الفلسطينيين، وأيضا إحالة الفلسطينيين والدولة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني إلى المحكمة الجنائية الدولية، هل برأيكم هذا سيحد من انتهاكات الاحتلال الصهيوني للمتظاهرين أو الانتهاكات التي يقوم بها؟ أخي، حقيقة مسيرات العودة فكرتها الرئيسية هي أن الشعب بعد 70 عام يطالب دائما بالعودة إلى أراضيه، كما سوف يستمر بهذا في عام 72 سوف يطالب بهذا. لماذا كانت حاسمة ومرتفعة بهذه الفترة؟ كانت متميزة بسبب الوضع العام الفلسطيني. الوضع العام الفلسطيني أن الاحتلال يريد أن يزيد البطش، يريد أن يزيد المصادرة، يريد أن يتعامل مع نيويريد الفلسطينيون، والولايات المتحدة وإدارتها تريد أن تفرض من يكون وما هي الأجندة التي يكون. السؤال أن هذه الجرائم سوف تحسن الوضع أو شيء؟ نحن نريد دائما فكرة واحدة رئيسية، هي أن الاحتلال، نقول للاحتلال تستطيع أن تقتل وسوف يقاوم الشعب الفلسطيني، تستطيع أن تدمر وسوف يقاوم الشعب الفلسطيني، تستطيع أن تقتل وتدمر وتقتل وتصبح سائح بالبلاد تتجول في كل مكان. هذا ما نريده من المنظومة الدولية. كفى تحيزا للاحتلال الإسرائيلي، كفى الوقوف فقط بالشجب والبيانات ضد الاحتلال. يجب أن يكون لكم موقف يكون أن هؤلاء يتم سحبهم والتحقيق معهم في الجنايات الدولية أو محاكم على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، أكانت فيما حدث قبل أيام أو خلال الحروب السابقة التي حدثت أو طيب. خلال الحملة التي قاموا بها في الغربية وقتلوا الناس من مخيمات جنين ومخيمات الفلسطينية في الغربية، أو ما يحدث في القدس من تهويد ومصادرة الأراضي. الكويت قدمت مشروع قرارا لمجلس الأمن الدولي بشأن توفير حماية دولية للفلسطينيين، كيف تعلقون على هذا المشروع؟ وهل برأيكم سيمرر أم أنه سيواجه بفيتو أمريكي؟ نحن تاريخيا أخي، أنا اطلعت على نص المشروع الذي يروج له داخل الأمم المتحدة، ومن أجل أن يكون هناك، الجميع يذهب أن الولايات المتحدة لن تقبل أن يمرر، لكن نحن نريد نقول أي مشروع قرار يصب في صالح الشعب الفلسطيني من إعطاء حقوق أو محاسبة المجرمين، الشعب الفلسطيني سوف يتعامل معه بإيجابية. لكن تاريخيا أثبت أن الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يقف معها يقومون على إبطال أي مشروع يصب صالح الشعب الفلسطيني. فنحن نتكلم عن قرار العودة، قرار 1994، وما زال الآن ليس هناك أي
سعي لتطبيقه. لذلك الفكرة ليس بالقرار، والفكرة ليس بنصوص القرار، إنما بمحتوى هل سوف يتم التطبيق بجانب الذي يصب في المصحف. المحلل السياسي الفلسطيني السيد تيسير سليمان كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.